في المحاضرة دي هنتكلم على السنيك انفينويشن including types of snake. مش هناخد انواع السنيك كلها، هناخد اهم انواع. هناخد الباثولوجي او الباثوفيسيولوجي بتاع السنيك فينوم والتريتمنت ان امكن للسنيك انفينويشن. في العالم في انواع كتير من السنيكس، في اشهر عائلتين اللي هو عائلة الكروتاليدي وعائلة الالابيدي. هناخد طبعا الانواع المختلفة بتاعت التو فاميليز من السنيكس دول، ولكن انا عايزاكم تعرفوا ان في different types من السنيك، حوالي الاف الانواع، ولكن دول يعتبروا اهم نوعين من السنيكس عشان دول اللي لهم توكسيك افكت او الفينوم بتاعهم بيعمل هازاردس افكت للهيومن. دي انواع الكروتاليد اللي هي الكوبر هيد والكوتون مونث والراتل سنيك. تاني او الفاميلي التانية اللي هو الإيلابيدي، بنسميها الكورال سنيكس. كورال لان الهيد بتاعتها بتتميز بوجود اللون الكورال ده اللي هو اللون الاصفر الذهبي او الاورنج في الهيد بتاعتها، وبالتالي بنسمي الإيلابيدي دي الكورال سنيكس. الإيلابيدي دي less dangerous و rarely bite، يعني نادرا لما بتعض الانسان، وبالتالي هي الاقل شهرة من الكروتاليدي فاميلي. قبل ما نتكلم على الفينوم بتاع السنيك لازم نعرف شوية حاجات كده عن خصائص السنيك. السنيك او التعبان هو له ثيرمو ريسبشن، يعني بيحس بدرجة الحرارة. له ريسبتور بتقدر تعمل احساس بالحرارة على الهيد بتاعته. طبعا sensitive لتمبريتشر، حتى لو درجة حرارة قليلة جدا برضو السنيك يقدر يحسها. في حاجة عند السنيك اسمها جاكوبسون بودي، بتتميز بان هو البودي ده او الجزء او العضو الصغير ده هو بيعمل سنسز لي او سنس للأودر، بيقدر يشم. عشان كده التعبان من ضمن الحيوانات اللي هي سنس للأودر. وفي auditory organs. auditory organs sensitive للground vibration مش للair borne sound. يعني ايه؟ يعني السنيك ما بيسمعش ولكن هو بيحس بالvibration اللي على الارض، يعني احساسه بالvibration اقوى بكتير من احساسه بالسمع. بس هو ما بيسمعش. بعد كده هذا ما يميز طبعا النوعين اللي هم اللي احنا ذكرناهم من السنيك، ان لهم حاجة اسمها الفينوم اباريتس. زي ما انتم شايفين كده في الصورة، الفينوم اباريتس ده في الانجل بتاعة الجو بتاعته على جانبي الفك اليمين والشمال. في سليفري جلاند كونكتد للفانج. الفانج او الانياب اللي هي اللي احنا شايفينها في الصورة دي، نابين اللي هما التو فانجز. التو فانجز هاز ستورج اباريتس جواهم، ودول كونكتد للبيز بتاع ال الفانج شيث، او اللي هي الغطاء بتاع الفانج ده كونكتد للفينوم جلاند. يعني الفينوم جلاند دي موجودة على جانبي الهيد بتاعة السنيك وكونكتد لايه؟ للفانج اللي هو الانياب. فهو لما بيعمل بايتنج بالانياب بتاعته الفينوم بيحصل له ريليز من الجلاند، هو بيبقى سكريتد في الجلاند دي وستورد فيها. لما التعبان بيعمل بايتنج للهيومن اللي بيحصل الفينوم بتفرز الفينوم جلاند بتفرز الفينوم عن طريق الفانج وعن طريق الفينوم جلاند وبتوديها للفانج، وبالتالي بيحصل سكريشن للفينوم عن طريق البايت. طيب الفانجز دي اللي هي الانياب بتبقى حوالي من 8 ل 19 ملي متر. طبعا هي انفكت الهيومن سبكيوتينيوس، يعني لما السنيك بيعض الانسان البايت بتاعته دي بتبقى سبكيوتينيوس تحت مستوى الجلد، هو ما بيوصلش ان هو يبقى في المصل. لكن المشكلة في السنيك انها لها الابيليتي تو سكويز بارت اوف او اول اوف ذا فينوم، يعني ممكن انها وهي بتعض
يحصل سكريشن لجزء من الفينوم اللي موجود في الفينوم جلاند او لكل الفينوم اللي موجود في الفينوم جلاند. وساعات البايت بتبقى من غير فينوم خالص، من غير فينوم سكريشن، يبقى الفينوم موجود جوه الفينوم جلاند، ولكن هو لما بيحصل بايت بيحصل بايت عن طريق الفانج ويحصل سكريشن او ان هو يروح من الفينوم جلاند للفانج. طيب البايت اللي بتحصل بتبقى يا اما يحصل سكريشن كومبليت سكريشن للفينوم اللي موجود في الجلاند، يا اما بارشل سكريشن جزء منه، يا اما يحصل البايت من غير فينوم سكريشن تماما. طب هو ليه السنيك بيعمل اصلا فينوم سكريشن؟ ليه التعبان بيعض ساعه ما بيعض بيفرز الفينوم؟ عشان يقوم بثلاث حاجات، هو كيل ذا براي علشان يقتل الضحيه بتاعته او الفريسه بتاعته، دايجست البراي يساعد ان السنيك يعمل دايجيشن مناسب للبراي بتاعته، وطبعا ديفنس اجينست الانمي حتى لو هو مش هيفترس، ولكن هو ده يعتبر نوع من انواع الدفاع او الديفنس اجينست اتس انيميز. تمام. بالنسبه للتكوين او الكونتنت بتاع الفينوم، هو الفينوم عموما بيتكون من بروتينز او بيبتايدز، يعني هو بروتين ان نيتشر، لكن بينقسم لجزئين، جزء انزيماتيك وجزء نون انزيماتيك. طبعا التفاصيل دي كلها موجوده في الكتاب، احنا هنحاول نركز على النقاط الاساسيه. بالنسبه للانزيماتيك بارت بتاع الفينوم، هو مهمته ان هو يعمل سبريد للفينوم ثرو اوت ذا بودي، يعني ان انا محتاجه علشان اعمل سبريدنج للفينوم جوه البودي بتاع البري او بتاع الفريسه. هو عباره عن هيالورونيديز، فوسفولايبيز، كولاجينيز، ثرومبين لايك بروتيليتك انزيم، ونيوكليتيديز والامينو اوكسيديز. دي كلها عباره عن انزيمز مهمتها انها تعمل سبريدنج للفينوم ثرو تيشوز، وبتعمل طبعا لما بيحصل كده بيحصل كواجيوليشن وهيموليسيس، بيحصل كواجيوليشن وهيموليسيس، ده اللي هو البلاد مانيفيستيشن بتاع الفينوم او بتاع السم بتاع التعبان. طيب الكواجيولوباثي او ايه هي اللي بيحصل، الكواجيولوباثي والهيموليسيس اللي بتحصل نتيجه الانزيماتيك بارت بتاع الفينوم، يعني هنركز ان الانزيماتيك ده هو المسؤول عن الكواجيولوباثي اللي هي الحاجات المانيفيستيشن اللي في البلاد فقط. ممكن يبقى بروكواجولانت، يعني يحصل كواجيليشن، او انتي كواجولانت، او يحصل هيموليسيس، يعني اما ممكن يحصل الفينوم ده يؤدي الى الجلطه او يؤدي الى زياده سيوله او بليدنج في التشو، يعني على حسب هو بيفرز انه انزيمز بالظبط. تمام. فهو يبقى بروكواجولانت، بيعمل افراز او سكريشن او اكتيفيشن اوف كواجوليشن فاكتور او كلوتينج فاكتور، او يبقى انتي كواجولانت يعمل ريليز للفايبرونوليتيك انزيمز ويعمل هيموليسيس. تمام. بالنسبه بقى للنون انزيماتيك بورشن بتاع الفينوم، النون انزيماتيك بورشن هو ده المسؤول عن الليزل افكت، يعني الدث بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه النون انزيماتيك بورشن مش الانزيماتيك بورشن. طب ليه الليزل افكت بتاع الفينوم مسؤول عنه نون انزيماتيك بارت من الفينوم؟ هو عبارة عن الأول عن small molecular weight peptides أو بروتين أو بولي peptides، يعني بروتينز بس الحجم بتاعها صغير، هي neurotoxic جدا، لها toxicity على neurons، block neurotransmitter transmission أو release، فبيحصل neurogenic shock. ممكن تبقى cardiotoxic برضو، بتعمل heart arrest و hypovolemia أو hypotension، severe hypotension، وبتعمل respiratory depression او respiratory shock. يبقى الليزل افكت نتيجه النون انزيماتيك بورشن ناشئ عن الثلاث حاجات دول، نيوروتوكسيك، كارديوتوكسيك، وريسبيراتوري توكسيك او respiratory depression، ودي الليزل افكت بتاعه النون انزيماتيك بورشن بتاعه الفينا. لو اتكلمنا على الدياجنوزس او الدياجنوستيك فيتشرز بتاعه السنيك فينوم، في الكلينيكال بريزنتيشن، يعني ايه اللي بيحصل في اجزاء الجسم المختلفه نتيجه السنيك بايت او السنيك بايت with release of venom. الكلينيكال بريزنتيشن بتعتمد على عده فاكتورز او عده عوامل. ايه هي؟ السنيك سبيشيز، مش كل الانواع بتاعه السنيك بتعمل نفس الكلينيكال بريزنتيشن.
يبقى بتختلف من سنيك تايب للاخر. الدبث والسايت او اللوكيشن بتاع البايت، يعني قد ايه البايت دي او العضه بتاعه السنيك اثرت على التشو. في نفس الوقت اللوكيشن بتاع البايت يعني اللي موجود في المكان اللي حصل فيه البايتنج بيختلف طبعا الريزلت النهائيه بتاعته. النمبر اوف البايت ممكن تبقى بايت واحده، ممكن تبقى اكتر من بايت. الاماونت بتاعت الفينوم اللي حصلت اثناء البايتنج، يعني هل في فعلا فينوم حصل له ريليز اثناء البايتنج ولا مفيش، ولا كميه الفينوم اللي حصل لها ريليز دي قد ايه. طبعا من العوامل المؤثره برضو الانديفيديوال هيلث، صحه البني ادم اللي حصل له البايت او اللي اتعض من السنيك، هل هي المناعه عنده كويسه، الجنرال كونديشنز بتاعته كويسه، ولا هو اصلا عنده other risk factors خلته liable اكتر او خلته عرضه اكتر للسنيك انفينويشن. most bites يعني معظم البايتس اللي بتحصل في الاكستريميتيز، في الاطراف طبعا، لان دي اقرب الحاجات للسنيك، في الايد في الرجل دي اقرب الاماكن، وغالبا بتبقى في الرجل لان طبعا السنيك من الزواحف فما بيقدرش ان هو يمشي اماكن كتير على الجسم، هو اول مكان هيقابله هو الرجل طبعا. المشكله في الاكستريميتيز دي او الاطراف انها هايلي فاسكوليتد اريا، انها فيها فاسكوليشن او فيها بلس سيركيليشن كتير. ممكن الهيد والنيك برضو بتبقى من الاماكن اللي ممكن يحصل فيها سنيك بايت، ودي اكثرهم خطوره. لو احنا لقينا مثلا تو فانج ماركس، يعني لو لقينا على جسم الانسان ده مكان للفانج اللي هو الناب بتاع السنيك، مكان واحد او مكانين او اكتر، او مفيش فانج مارك خالص، يعني مفيش مكان اثر للبايت، دي احنا بنعرف منها الشكل بتاع الفينوم او الانفينوميشن هيحصل ازاي. بنقول ان الاماونت بتاعت الفينوم كنترولد باي سنيك، يعني كل السنيك بتعمل كنترول للاماونت اوف فينوم ريليز. حوالي 20% من البايتس ممكن تحصل ولكن ما بيحصلش معاها ريليز للفينوم، يعني ممكن السنيك يعض الانسان او الفريسه بتاعته لكن ما يطلقش الفينوم او ما يطلقش السم بتاعه، يبقى ده في 20% من الفينوم، في 20% من البايتس. طب ايه اللي هيحصل بقى في الـ في الـ في الـ في الفينوم، او هنعرف ازاي ان حصل سنيك بايتنج او سنيك فينومينيشن؟ اول حاجه طبعا بيحصل immediate pain نتيجه العضه، نتيجه الفانج مارك، نتيجه ان هو الانياب بتاعته علمت في الجلد، فده بيعمل immediate pain. طبعا البين ده بعد كده بيدخل في مرحله الايديما. الايديما ليه؟ لان جسم غريب دخل جوه الانسان، فطبيعي ان ده يبقى normal defense mechanism ان يحصل ايديما، علشان الجسم بيحاول يعمل localization للانجري، بيحاول يخلي الانجري localized، فبينشأ عنها تورم او ارتشاح اللي هو بنسميه الإديمة. ممكن تبقى الإديمة localized او spreading، يعني ممكن تبقى في الايد مثلا او في الرجل او في الهيد او النيك اللي حصل فيها بايت، وممكن تبقى spreading لأجزاء تانية من الجسم. مشكلة الإديمة لو يحصل لها spreading بتبقى spreading ده ممكن يبقى fast، ممكن يبقى within minutes أو slow within hours، برضو ما نقدرش نحكمها على حسب زي ما قلنا عوامل كتير بتأثر على الفينوم أو الفينوم effect. طيب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ ممكن يبقى في الصورة، هي الصورة دي شاملة كل الإفكت اللي بيحصل أو الجنرال سيمتومز بتاعة السنيك بايتس. هنلاقي طبعا muscular effect، ممكن يبقى فيه loss of coordination، ممكن يبقى فيه muscle weakness، هيحصل weakness أو ضعف، nausea vomiting دي كgastric side effect أو gastric effect، في vesiculation و blib formation بتبقى دي scan manifestation. ممكن تعمل زي اللي هي البليب اللي هي بنسميها زي فقاعة كده على الجلد نتيجة البايت، ممكن تبقى فيه هيموريدج، ممكن يبقى فيه نزف في الجلد نتيجة البايت، في تيشو نيكروزس طبعا سبكيوتينيوس، ممكن يبقى فيه دمار في التيشو، يعني تيشو نيكروزس الجلد اللي هو فيه العض ده بيموت، بيحصل نيكروزس بعد كده او تيشو ديث.
في بريتونيال ولمب باراثيزيا ممكن الانسان يحس ان اللمب بتاعته او الاطراف بتاعته منملة، نتيجة طبعا ان الفينوم زي ما قلنا ان هو نيوروتوكسيك، فبيحصل باراثيزيا او تنميل. ممكن الشخص اللي واخد الفينوم اللي واخد السم بتاع السنيك بيحس بمتاليك تيست، يعني بيحس بطعم معدني شوية في بقه. ممكن يبقى فيه باراليسز، ممكن يؤدي الى الباراليسز لو السنيك فينومينيشن ما اتعالجش، ممكن يؤدي الى الشلل التام طبعا نتيجة النيوروتوكسيك افكت. والكواجيلوباثي طبعا بانواعها المختلفة، يا اما سواء كانت بليدنج او سواء كانت كواجيليشن او كلوتينج حتبان، يعني جلطات او نسف. ممكن يبقى فيه لو احنا بنعمل مثلا تيستنج للبلد او هنعمل بلد تيست، هنلاقي هايبو فايبرينوجيمي وفايبرينوليسيز وثرومبوسايتوبينيا وكواجيليشن، دي من ضمن المانيفستيشن او لابراتوري مانيفستيشن بتاع الكواجيلوباثي. ممكن يبقى فيه انترافاسكولار هيموليسيز او هيماتوريا، ممكن الانسان ده يبقى اليورين بتاعه بلادي، دي نتيجة الهيموليسيس طبعا. ممكن يبقى فيه هايبوتينشن هايبوفوليميا، ودي احنا قلناها قبل كده لانها من ضمن الليزال افكت بتاعة التوكسين او بتاعة الفينوم. في ممكن يبقى فيه مايكرو سيركيلاتوري فيلير. اخر حاجة بقى الليزال افكت، ليه الشخص ده بيموت؟ نتيجة الكارديوفاسكولار شوك والنيوروتوكسيك شوك والريسبيراتوري ديبريشن اللي احنا قلنا عليه. هل كل البايتس جريد واحدة، أو هل كل الفينوم أو الانفينوميشن أو عضة التعبان بتعتبر جريد واحدة؟ لا طبعا بتختلف. الناس اتفقت على انها تعمل جريدنج للبايتس. ممكن يبقى اول جريد، هم 4 جريد، نو وي انفينوميشن وي مايلد انفينوميشن مودريت وي سيفير انفينوميشن. بالنسبة للنو انفينوميشن بتتميز بحاجتين، بيبقى فيه فانج مارك، ممكن يبقى فيه فانج مارك او ممكن ما يبقاش فيه، يبقى may be a fang mark present او may not be recognized. طبعا لما بيبقى ما فيش انفينوميشن ما بيبقى فيش ريليز للفينوم، فبالتالي ما فيش سيمتومز، الشخص بيبقى completely asymptomatic وبيفضل كذلك remain so asymptomatic، يعني ان هو نتيجة ان ما فيش اصلا toxic effect، ما فيش فينوم حصل له ريليز. ده بالنسبة لأول جريد. بالنسبة لتاني جريد اللي هي المايلد انفينوميشن، طبعا بتبقى فيه فانج مارك، بيبقى فيه بايت، بيبقى فيه بايت مارك، يعني مكان البايت موجود، بيبقى فيه بين ولوكال إديمة عند البايت، يعني بتفضل الإديمة localized at the bite site أو at the location of the bite. الفيتال ساينز بتاعت الشخص بتبقى stable، يعني ما عندوش مشاكل كارديو، ما عندوش مشاكل respiratory، ما عندوش مشاكل نيورو، هو ما وصلش مرحلة الليزاليتي، هو ما زال في السيف سايد، وما فيش طبعا no evidence of coagulopathy، بمعنى ان الفينوم اللي حصل له ريليز ما قدرش او كميته صغيرة جدا ان هو مش قادر يعمل التوكسيك مانيفستيشن، يعني لا الانزيماتيك بورشن عمل توكسيك افكت ولا النون انزيماتيك بورشن عمل الليزال افكت، لكن ستيل في فينوم، لكن الفينوم مش قوي كفاية ان هو يعمل توكسيك افكت. بعد كده ندخل على الجريد الثالثة اللي هي المودريت، برضو بيبقى فيه فانج مارك طبعا او بايت مارك اكيد، بتبقى فيه بين وسويلينج، بس البين والسويلينج او الإديمة بتبدأ تحصلها سبريدينج، بتبدأ تنتشر، ما تبقاش لوكالايزد في البايت سايت، لا بتاخد مكان اوسع من الجل. الساينز والسيمتومز اللي على الشخص ده بتبقى فيها بروجريشن، بتبدأ ان هي تزداد مع تدريجيا، يعني في progressive signs and symptoms، بيبقى في mild hypotension، بيبقى يبدأ ال cardiovascular affected pain، بيبقى في decrease في platelet count، وفي fibrinogen level، يعني ممكن يحصل له coagulopathy بمختلف الأشكال بتاعتها، بيبقى في slight prolongation of prothrombin time، ممكن يحصل له طبعا bleeding، يعني ممكن يحصل له يا coagulation يا bleeding. والسيمتومز هنا بتتميز انها بروجريسيف، يعني كل ما الوقت بيعدي اكتر من غير علاج كل ما السيمتومز بتبدا تزيد في السيفيريتي بتاعتها.
اخر نوع او اخر جريد من الفينوميشن اللي هو السيفير انفينوميشن. السيفير انفينوميشن بيبقى طبعا في سيفير فيري فيري سيفير بين واديما، وبتبقى مش لوكالايز بقى، دي بتبقى جنرالايز، بتبقى في اديما all over the body. الشخص ده بيبدأ يدخل في مرحلة الليزاليتي او مرحلة التوكسيك افكت بتاعة الفينوم. الشخص ممكن يعاني من الشوك، يحصل ميتابوليك اسيدوزس، دي نتيجة الكارديوفاسكولار سايد افكت، يحصل هيموريدج في التشو فروم ذا بايت سايت، يعني بيحصل نسف في اماكن البايتنج، بيحصل ماسل باراليسيس، بيحصل ريسبيراتوري ديبريشن وكارديوفاسكولار كولابس. يعني الشخص هيعاني من الانزيماتيك توكسيك افكت والنون انزيماتيك توكسيك افكت، او ممكن يحصل له ليزاليتي او ديث نتيجه الكارديوفاسكولار النيوروماسكولار والريسبيراتوري ديبريشن. يعني الشخص بيدخل في مرحله الديث. طبعا عشان اعمل دايجنوزس او لابوراتوري دايجنوزس للشخص اللي حصل له انفينوميشن، عندي طبعا حاجات بتعمل تساعدني ان انا اعمل اسسمنت للبيشنت ده. طبعا لازم ان انا اعمل تشيك على الفيتال ساينز بتاعته، لان احنا زي ما احنا عارفين الفينوم له ليزال افكت، فلازم ان انا اعمل تشيك على الاي بي سيز اللي هي زي ما قلنا الفيتال ساينز اللي هي البريذنج والسيركيليشن والاير واي بتاعته. محتاجة اعمل الاكسجين، محتاجة اقيس نسبة الاكسجين بتاعته، محتاجة اعمل كاردياك مونيتورينج، اعمل مونيتورينج لحالة الهارت وانكلودنج البلس. طبعا لو في مارك لوكيشنز او بايت سايت، يعني في بايت مارك على الجلد بتاعته، اشوف هي فين واحاول ان انا اعدها واشوف السيفيريتي بتاعتها والسايتس بتاعتها الدبث بتاعتها قد ايه. في ناس بتلجأ للسبلنت، السبلنت ده ان انا بحاول اربط المكان اللي فيه بايت علشان اعمل فازو كونستريكشن، ما يخليش الفينوم يحصل له سبريدنج في البادي بلاد ستريم. يعني ان انا يعني زي ما احنا حتى بنشوفها في المسلسلات او الافلام، ان احنا بنحاول نربط مكان السنيك بايت بحيث ان انا الفينوم يفضل لوكالايزد في المكان ده، ما يحصلوش سبريد، ما يمشيش مع الدورات الدمويه. هنتكلم على التريتمنت بتاع السنيك انفيرميشن اللي هو العلاج بالانتي فينن. ده اللي هنركز عليه لانه هو ده المشهور، اللي هو الترياق باللغه العربيه، الانتي فينن اللي هو الترياق اللي هو عكس السم او عكس الفينوم. اول حاجه قبل ما يوصل الشخص للامرجنسي ديبارتمنت، لان كل السنيك انفيرميشن لازم تتعامل معامله الامرجنسي. طيب وهو في البيت او مكان البايت، هل ممكن نعمل له بعض الحاجات، بعض الامرجنسي او فيرست ايد؟ هي بتبقى ليتل، يعني حاجات بسيطه قوي اللي احنا نقدر نعملها، مش كتير. احنا ممكن ناس كانت تعمل سوبرفيشال كونستريكشن باند، كان بعض الناس بتربط مكان البايت بباند كده بضمادة او باي حاجة بتلفها علشان تعمل ريتارديشن للسنيك سبريد، سنيك فينوم سبريد جوه السيركيليشن. ولكن للأسف الطريقة دي بتعمل ريتارديشن للليمف والفينوس فلو، مش للارتيريا فلو. معظم السنيك فينوم بتمشي في الارتريز، فدي اوف ليتل يوز. في ناس كانت بتعمل بارالل انسيجنز ثرو الفانج مارك، يعني بيشرط الجلد كده بسكينه او بمشرط او بموس شروط كده بارالل عشان يقدر يطلع كميه كبيره من الفينوم اللي دخل جوه الجلد. في ناس كانت بتعمل حاجه اسمها كرايوثيرابي، بتحرق مكان بتعمل يعني بتمسك سكينه مثلا تسخنها وتحطها على المكان البايت، ودي طبعا لازم ان احنا ما نعملهاش خالص لان احنا ممكن نعمل سيفير بيرنينج للمكان ده. طيب الشخص ده هنسيبه؟ لا طبعا مش هنسيبه، هنعمل له ترانسفير للميديكال ايمرجنسي، يعني الميديكال سنترز هي اللي بتبتدي تعالجه، مش الاشخاص في مكان لا في المنزل ولا بره المنزل خالص. طب الايمرجنسي ديبارتمنت هيعمل ايه؟ هيعمل تشيك على الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده في السلايد اللي قبل دي، هيعمل تشيك على الفيتال ساينز، طبعا هيعمل جريدنج للفينوم، هيعمل تيستنج للكواجيوليشن وتيستنج للكاردياك بروبرتيز او الكاردياك ساوند يعني، وهيشوف الشخص ده حالته بتتدهور او حالته مستقره على حسب الشخص ده داخل في انهي جريد من الانفيرميشن. طيب ايه هو الانتي فينن؟ الانتي فينن هو عباره عن انتي بوديز
بتتحقن ازاي؟ بتتحقن انترافينس، هي عبارة عن انتي بوديز او اجسام مضادة للفينوم اللي دخل جوه الجسم. طب بيتكون من ايه؟ او الانتي بوديز اللي مكونة للفينن للانتي فينن عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيرم اميونوجلوبولينز، هورس البومين، هورس الفا وبيتا جلوبولين. دول المكونات الأساسية بتاعة الانتي فينن. تاني، سيرم اميونوجلوبولين، هورس البومين، وهورس الفا وبيتا جلوبولين. المشكلة في الترياق أو في الانتي فينن زي ما انتم شايفين هو عبارة برضو، هو كمان عبارة عن بروتينز. بروتينز بتخش الجسم، فهي نفسها بتعتبر فورين بوديز. الجسم بيعمل لها رياكشن، بيعمل رياكشن معاها، يعمل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، وممكن الشخص لو دخل الانتي فينن هو نفسه يحصل له سيرم سيكنس ويموت. فطبعا العلاج بالانتي فينن ده سلاح ذو حدين، لازم يبقى الدوز متظبطة، مش اي حد بيدي الانتي فينن، نعمل دوز ادجستمنت للشخص بناء على عدة عوامل. الدوز ديبند على ايه؟ على الانفينوميشن ستيت، سواء كانت مايلد مودريت او سيفير. بالنسبة للمايلد بيقول الشخص، بيقول ان احنا او الستيت بتقول ان احنا ممكن ما ندهوش خالص انتي فينن، او نديله اب تو 5 فايلز، يعني نكتفي ب 5 فايلز من الانتي فينن، لان الشخص بيبقى اسيمتوماتيك فمش محتاج العلاج بالانتي فينن. لو دخل في مرحله المودريت بندي اب تو 20 فايل، 20 فايل. السيفير انفينوميشن ممكن نوصل اكتر من 20 فايل كتريتمنت، لان الشخص بيبقى دخل فيه كواجيلوباثي وفي هيموليسيس، فلازم الدوز بتبقى اكتر من اللي بديها في حالات المودريت. طب الفايل بتتكون ايه؟ فايل بتتكون من 1.5 هورس سيرم، 2 نيوتراليز الفينوم انتيجين، يعني عبارة عن هورس سيرم متدو فيه الانتي بوديز اللي احنا قلنا عليها اللي هي الالفا والبيتا جلوبولين والالبومين. دي كانتي بوديز ليه؟ عشان تعمل نيوتراليزيشن للفينوم انتيجين. يعني احنا بنعتبر ان الفينوم ده انتيجين والانتي فينوم ده انتي بودي. طيب الدوز بتبقى تايتريتد اجينست ساينز وسيمتومز، يعني كل ما الساينز والسيمتومز بتزيد كل ما انا بحتاج ان انا ازود الدوز بتاعه الانتي فينوم. بنبتدي طبعا بدوز صغيره وبنبدا نزود. الساينز والسيمتومز اللي حاصله ممكن تتعالج جدا بالانتي فينن، يعني ممكن الانتي فينن بيبقى افكتيف اجينست موست ساينز اند سيمتومز فيما عدا النكروزس. النكروزس بيبقى الانتي فينن اوف ليتل يوز او اوف ليتل امبورتانس لي. وانس ان التشو حصل له فايبروزس او نكروزس، الانتي فينن ما بيبقاش مؤثر، ما بيبقاش افكتيف، او بمعنى اصح الانتي فينن ما بيعالجش التشو نكروزس. طيب احنا بنعمل الساينز، عملت زي ما قلنا ان احنا بنعمل تايتريشن للدوز اجينست ساينز والسيمتومز، تبدا الساينز والسيمتومز يحصل لها ريسولف او تبدا انها ستارت تو ديسابير. يعني كل ما بزود الدوز كل ما بيزيد السيمتومز، بتقل في الحده بتاعتها، بتبدا تختفي الساينز والسيمتومز. في ناس بتقول ان انا ممكن ابص على الإديمة. الإديمة كل ما بتبدا تختفي كل معنى كده ان ما ان الانتي فينن بدا يبقى افكتيف اكتر. طبعا الانتي فينن ما بيتاخدش بدوز مكثفه او بدوز كونسنتريتد، هو المفروض يبقى دايليوتد لانه بيتحقن انترافينوس او بيتحقن مع الانترافينوس فلويد. يعني لو الشخص بياخد محاليل عشان الهايبوفوليميا او الهايبوتنشن بنعلق له الانتي فينن جواها. طبعا قبل ما بندي الانتي فينن بنعمل سكين تيست علشان نعمل الهايبر سنسيتيفيتي، يعني تشيك الهايبر سنسيتيفيتي، لان احنا زي ما قلنا ان ده برضو فورين بروتينز، فالجسم بيتعامل معاها معامله الفورين بوديز وبيعمل سكين سنسيتيفيتي رياكشن. فممكن ان احنا نعمل هايبر سنسيتيفيتي زي بالظبط ما كنا بنعمل السنسيتيفيتي رياكشن بتاعه البنسيلينز. طيب ال الادمنستريشن بتاعه الانتي فينن امتى اديها؟ في خلال من 4 to 6 hours بس. يعني ان انا بعد الماكسيمم بتاعي 24 hours بوست انفينومينيشن، يعني خلال 24 ساعه اقدر ادي الفينن. احسن وقت اديه من خلال 4 ل 6، يعني
4 لـ6 ساعات بعد الانفيرميشن هو وصل مثلا المستشفى متأخر، ممكن اديله الماكسيمم بتاعي 24 ساعة. بعد الـ24 ساعة ما بيبقاش الانتي فينن مؤثر خالص. يعني لو هو حصل له بايتنج واديت انتي فينن ما دخلش المستشفى الا بعد 24 ساعة، الانتي فينن شور هيبقى ان افكتيف. طب لو الشخص ده عنده هايبر سنسيتيفيتي، لو الشخص ده انا عملت الهايبر سنسيتيفيتي تيست ولقيت ان الشخص ده اوريدي سنسيتيف للانتي فينن، هدي له انتي هيستامينكس على بيفور الانتي فينن. طبعا قبل ما ادي الانتي فينن انترافينس بدي انتي هيستامينكس عشان السنسيتيفيتي رياكشن، وبدي الانتي فينن وانا بدي بحاول ان انا اعمل له ادمنستريشن سلولي. وممكن كمان ادي ابنفرين عشان لو الشخص ده فيري سنسيتيف ممكن يحصل شوك، فانا ببقى مامنه نفسي بان انا بعمل ادمنستريشن للابنفرين. اعمل ستوبج لي او ستوب لي الادمنستريشن بتاع الانتي فينن امتى؟ لما ساينز اند سيمتومز تبدا تحصل لها ديكلاين للس او السيفير ستيت. ودي كانت كل المعلومات اللي انا عايزاكم تعرفوها عن السنيك انفينومينيشن والتريتمنت بتاعتها. شكرا.